أنتم مع صدى الملاعب. قبل ما تحت الهواء أنا كنت عم شوف تويتر فشفت الغالي عادل علي بن علي حاطت تغريدة وحاطت صورة إنه كم الحرارة عندكم، حاطت بالدوحة 11. نحن هون بردانين وعم نرجف، مو بس هيك عنا هواء وريح، وأبو سلطان عم بيقول عنده بالرياض كمان برد 3. قلت لي أبو سلطان عندكم والله 3 يا أبو برد، أمس كان عندنا هواء، اليوم ما في هواء بس فيه 3 درجة حرارة بالرياض. والله 3 يا ابو كرم، وانا جاي من الحين 17. لا فرق بين 3 و17 فرق إيه. كبير فرق كبير وبعدين وتقول لي لا تجي الله يسامحك، بدل ما تقول ابواب دبي مفتوحه لك يا ابو سلطان تقول لا تجي مفتوحه على طول ابواب دبي. اذا قلوبنا مفتوحه لك بعد طيب ابواب دبي وقفت الابواب. طيب ماشي الحال. دائما مع دوري كاس امير محمد بن سلمان في مرحلته ال18، التعاون 13 في الترتيب استقبل النصر الباحث عن مواصله سلسله انتصاراته. حمزه بن جد، فوز سادس على التوالي سيعادل فيه مدرب النصر روسو رغم المدرب السابق للأصفر الأوروغوياني دانيال كارينيو حين تمكن من الانتصار في 6 مباريات متتالية مطلع موسم 2018-2019 والذي حقق فيه النصر لقب الدوري. لكن اليوم المهمة لا تبدو سهلة أمام فريق يصارع الهبوط، وبين أرضه وجماهيره الوضع مختلف. النصر كان قريبا من افتتاح النتيجة، لكن كرة تاليسكا جانبت القائمة الأيسر وسكر القسيم تحرك بعدها، لكن استماتة الحارس ودفاع النصر لم يمكن الأصفر التعاوني من التدوين. خطيرة خطيرة، يزيد البكر، يزيد بيعلي توامبا توامبا، بتحضر لمين بتحضر لمين، الله الله على الإيقاف، وتوامبا ثاني، يا لها من لقطة. العديد من التغييرات أحدثها مدرب التعاون والنصر، علها تأتي بنصر للنصر أو تعين التعاون على انتصار سيكون ثمينا للغاية في ظل وضعية الفريق في سلم الترتيب. السكري من فرصتين هدد، والنصر بنجمه خالد الغنام كان الأقرب لافتتاح النتيجة. رغم أن التعاون هدد بالعديد من الفرص، إلا أن فرص النصر كانت الأخطر، والأخطر كانت مخالفة حرة، كانت النيران صديقة حاضرة حين أخطأ عون سلولي في إخراجها لتدون هدفا عكسيا للنصر. جميع محاولات التعاون بعدها في العودة إلى المباراة وإدراك التعاون باءت بالفشل، حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بانتصار النصر بالنيران الرحيمة بهدف وحيد، بانتصار سادس بوصافة جديدة مستحقة لأصفر الرياض. إلى النقطة 35. حمزة بن جد، صدى الملاعب.